انا السعوديه جيت من ولاد شبانه نواح بن حمد. مشكلتي بنتي مريضه خاصها عمليه، ما عندنا باش نديروا ليها. باش مريضه؟ مريضه على دوران في المخ شهر، وانا نعسه معها في السبيطار. درك انا نعسه معها على حساب السكر، قال لك تيتقاد لها السكر عاد نديروا لها العمليه، وما غيطلبوا لينا الماتريال وحنا ما عندنا باش نشريو على حساب الورم اللي عندها في المخيخ. كتغوت بالراس، كتقول لك كيضرني ماما راسي، راسي يا ماما راسي راسي، كتقول لك الدود كياكل ليا في راسي. منين بداها؟ بداها نقول لك هذه شي 6 سنين ولا 7 وهي فيها هذا المرض. جناها وما داروا معاها والو، باقيين كنراقبوا والدركم. خرجت من المدرسه صافي، مني شنا بحال هكا كنخرجنا، ما بقاش كتقرا. بغيت بنتي تعالج، غتتعالج هيك الدريات وتقعد تقرا. بوها مسكينه كيبيعوا يشري في الخضره خضار في العروبيه، مره يصور مره ما يصورهمش، لا قدر الحال. درك انا معاه هنا وولادي خليتهم بوحدهم في الخايمه، حنا كنقولوا الخايمه ما كنقولوش الدار. كنطلب منهم يعاونوني على بنتي، خرجت لي العمليه يعاونوني عليها، زدوا بيريزيجا. انا في الهرشي في الدار بيضا نعسى مع زينب الزبيري، طلب لي الشيفة ونطلبها تصح وتعود بحالها بحال البنات. الله يرحم الوالدين، تعاونوا معايا عدي محبوبة في راسي وبغيت نصح تلك الدرجات.